دوبي من مازن تميم، وصلنا لآلة العود. المسألة ما تحسبش بوقت. إيوا. حسب العود، حسب التقنيات اللي مش تحطها له. أها. لأنه من عود العود مش نفس طريقة العمل. فما عواد ما تحضروا في أسبوع 10 أيام، فما عواد يشد بشهر وأكثر من شهر. أنت واللوح. مش أنت واللوح. أنت والتقنيات الجمالية اللي مش تحطها له. أها. فما ناحية جمالية مهمة جدا. فهمتك. مهمة جدا في الحكاية، هي اللي تعب وتشد برشا وقت، لك الزركشة. الزركشة والطغرة وال. أي، أما إذا كان مش يود عود سامبل ما فيش زينة، نتاع أسبوع 10 أيام يعني ما. والشيح نتاعه ما يقلقش؟ لا، هو أصلا اللوح نخدموه شايح. أها. من أصله شايح هو بطبيعته. الشيح اللي مش يبقى شنو؟ اللي باش يبقى هو شيح أكل المواد المستعملة في التلصيق العود، اللي هي الغيرة مثال. فما كان الغيرة ولا المواد السائلة اللي باش تتعامل فيها مع العود، وفما الفرني، هذوما ما ياخذوش برشا وقت في التجفيف نتاعهم، لكن مع الوقت قد ما يزيد يجف أكثر، لكن المواد هذيك يكون العود بزيد يعطي أكثر بالطبيعة، يزيد يقوى. بالنسبة لباش تفرق عود ذا ولا لا، هو أولا يلزم يكون واحد يعرف يعزف. إذا يحب يقيم يلزم يعرف ويعزف وعنده ذن سمحة يعزف مليح. عندك نوع الصوت، نوع الصوت فما فيه تامبر وغير التامبر، فما الصفاء ونقاوة الصوت، نقاوة الوتر لما تعزف عليه في عدة مناطق، في عدة مناطق يكون الصوت نقي في كل المناطق. قد ما يكون نقي بالطبيعة مش يكون العود هذاك عنده قيمة أحسن، حتى من سعره باش يكون أغلى. فهمتك. نقولوا احنا فما الطزة هذيك هي اللي ما يحبش ولو يبعد عليها. هذيك أصعب حاجة، هي تفزز الصوت كومبليتمون، مهما يكون العود مزركش وفخم. أي. إذا كانوا فيه طزة ما عادش عنده قيمة. فهمتك. قيمته في جمال صوته ونقاوة صوته. فهمتك. بعد يجي الناحية الجمالية هي الثانية. أنواع اللوح عديدة جدا، عديدة برشا. فيه احنا لما حال احنا تونس ما عندناش أنواع لوح، نستوردوا الأغلبية، نستوردوا. أما اللي موجود يخدم في تونس عند مصنعين الكل، اللي هو اللوح الشعبي للعواد الشعبية للتلميذ اللي ينجم يشتري عود، هو نكجو. فهمتني. وفما لي بي سي ا نتاع الوجه، لكجو نتاع القصعه نتاعي، ولي بي سي ا نتاع الوجه. طبعا فما التوش لي بان والعصافر لي بان، هذوك ضروريين ما فيهمش باش العرق ما عادش ما يبدلش اللون نتاعو هكا. هذاك علاش نستعملوا لي بان. لا لا لا، مش حكايه عرق، حكايه التوش لي بان هذيك خشب صلب جدا قوي. أي. ما يتحفرش. وقت اللي يبدا يعزف لوتر ما هو احرش لوتر، يبدا يعزف هو يزين. كيفاش يزين؟ كيف يزين؟ يبدا يزلق في صبعه هكا يتحفر له اللوحه هذيك تتحفر. علاش نعملوها يبان قويه باش ما تتحفرش.